المواجهة الرئيسية لهذا القرن تبدأ الآن. أتحداكم يا محبي الشوكولاتة. أنا مستعدة لقبول التحدي. حسناً، أتمنى أن يفوز الأقوى. الآن سنكتشف أي منا الأفضل. سيكون عليك تدبر أمرك حتى لا تقعي تحت أشعة الليزر خاصتي. لا مشكلة، سأفعل ذلك. لدي شيء أكثر خطورة، لوح شوكولاتة. لن تخيفيني بهذا، سأضطر إلى استخدام سلاحي الرئيسي. الفقاعات، استعدي، أنت في ورطة. أرى أن المخاطر كبيرة بالفعل، كم هذا مؤلم، بالكاد أستطيع الوقوف. لقد حذرتك من اللعب معي. معي أيضا. ما هذا؟ يبدو أنها بداية التحدي. يبدو أنك على حق يا أما. أنا لا أحب زينة قوس قزح هذه. مرحبا بالجميع. وهنا أول أطباقنا، بسكويت رقائق الشوكولاتة الرائعة. وأنا لدي علكة ضخمة، إنها حقا رائعة. أنا جاهزة للبدء الآن. أنا لا أمانع أما. هل هناك شيء غير صحيح؟ لا أستطيع فتح العبوة. اللعنة. لدي فكرة. سأحصل على علكتي مهما كان الثمن، وستساعدني هذه الأداة. أوه، لا أنجح. أما كنت أن تضربينني، احذري. أوبس، آسفة، لقد ذهبت من يدي، لم أقصد. سيتعين علي ابتكار شيء آخر، ربما سأخذ المطرقة. أوبس، ماذا يحدث؟ من الواضح أن اليوم ليس يومك. أنت على حق. حسناً، يجب أن يكون هناك طريقة. وجدتها. أحتاج إلى تضخيم يدي، ثم سأفتح العبوة بيدي الكبيرتين. انظري، عضلاتي كبرت. رائع، الآن أنا قوية جداً. لا يهمني أي شيء، سأفتح هذه العبوة في أي وقت من الأوقات. نعم، نجحت، أخبرتك. أما أنت تخيفينني. لا تقلقي، لن ألمسك. بالإضافة إلى ذلك، عضلاتي ذهبت. أنا بحاجة لمضغ العلك الآن. إنها لذيذة، أنا فقط مسرورة. سأحاول نفخ فقاعة، أنا أحب ذلك كثيراً. أما أعتقد أن الوقت قد حان للتوقف، إنها تأخذ مساحة كبيرة. آسفة، لكن علي تفجيرها. ماذا فعلت يا مونيكا؟ أنا الآن مغطاة بالعلكة. حسناً، اللون الوردي يليق بك. مضحك للغاية. لن أتدخل، لدي شيء لأفعله. أحتاج إلى تجربة البسكويت بالشوكولاتة الخاص بي. لقد كان ينتظرني منذ فترة طويلة. انظري إلى الكريمة الموجودة في الداخل، رائعة ولذيذة، تتناسب بشكل رائع مع الشوكولاتة. آخر قطعة علكة. لا أمانع في تناول أي شيء مثل مونيكا. البسكويت خيار رائع، أنا أعرف كيف أحصل عليه. مونيكا، هل تريدي بعض الحليب؟ بالتأكيد، أنا أحب غمس البسكويت فيه. حسناً، الزجاجة صغيرة لمثل هذه الكعكة الضخمة. إنها لا تتناسب. لذيذ، لقد كنت على حق، الكريمة رائعة. في الواقع هذه البسكويت لي، ليس لديك الحق في أكلها. خذي هذا إما. أولاً العلكة والآن الحليب، هل تمزحي معي؟ لا يجب أن تأخذي ما لا يخصك. أردت فقط أن أجرب. دفعة جديدة من العلكة، مذهل. مونيكا، انظري كم يوجد هنا، أنا بحاجة إلى عدهم. لا يوجد شيء غير عادي في مضغ العلكة، لكن رقائق الشوكولاتة شيء مميز. لا تتعجلي يا إما، هذه المرة سأبدأ أنا. دعينا نرى ماذا لدينا هنا. أوه، يبدو رائعاً ورائحته رائعة. يا لها من شوكولاتة لذيذة، تذوب في الفم. أنا أحب هذه الرقائق، مستعدة لأكلهم طوال اليوم. شيء جيد أنني حصلت على عبوة كاملة، إنها طويلة بما يكفي. لم أعتقد أبداً أن الشيبس من البطاطس يمكن صنعه من الشوكولاتة. هذه مفاجأة سارة. حسناً، يبدو أن العبوة فارغة بالفعل. لا يمكن، لم أستطع أكله بهذه السرعة. أوه، هناك شريحة واحدة متبقية، لماذا لا أستطيع إخراجها؟ ما هذا الهراء؟ حسناً، يدي عالقة في العلبة الآن. أما ماذا علي أن أفعل؟ أوه، رأسي يؤلمني.
مونيكا، أحياناً أنت خرقاء جداً. أوكي. ساعديني من فضلك، لا أستطيع التعامل بدونك. حسناً، لا أستطيع أن أفعل أي شيء. حسناً، سأبقى هكذا، لا توجد خيارات. آسفة مونيكا، ليس لدي وقت، أحتاج إلى أن أبدأ في أكل العلكة. أعتقد أنني اكتشفت ما يجب فعله معهم. أولاً، سأزيل كل العبوات التي لا حاجة لها. كل ما أريده هو العلكة ولا شيء آخر. هذا جيد. الآن سأخذ كل شريط وأضعه في فمي. يبدو رائعاً جداً. لطالما أردت في أن أجربه. مذهل. شاهدوا كيف تمتد العلكة. يعجبني. يذكرني بالمعكرونة، فقط حلوة. يبدو لي أنه الأمر مدهش عدم إزالة العلبة من يدي. لحظة، إما لدي فكرة، أحتاج إلى مساعدتك مرة أخرى. أنا لا أفهم ماذا تقصدين. اقتربي أكثر، سأشرح لك. كيف تجرؤي؟ بسببك بسطت العلكة. وهذا ما كنت أبحث عنه، انظري، سوف تساعدني في إزالة العلبة. إذن هذه خطتك، الآن هذا مفهوم. لماذا أنت جالسة؟ ساعديني حالاً، هيا اسحبي. كما تقولين مونيكا. ليس كثيراً، أنا أسقط. أنا آسفة، لكنك طلبت ذلك بنفسك، حاولت جاهدة. هناك نجوم على رأسي. واو، مونيكا تمكنت من مسك الرقائق، يجب أن أسرقها بسرعة قبل أن تعرف. إنها لذيذة جداً. لا أصدق عيني، انظروا هنا حالاً، إنها علبة نوتيلا. ولدي أنبوبان، ويبدو كأنه معجون أسنان، غريب جداً. إذن يجب أن أبدأ، لا أستطيع الانتظار لتجربة هذه الشوكولاتة. فقط أنا بحاجة إلى ملعقة. حسناً، يمكنني الاستغناء عنها. الإصبع سيكون بديلاً جيداً. كم هي لذيذة! من أجل ذلك أنا مستعدة لتحمل أي إزعاج. بالمناسبة، يمكن أن تؤكل مباشرة من الزجاجة. في الواقع هذا مقرف جداً. هيا مونيكا، ألا تحبي أن تلعقي الأطباق؟ في رأيي هكذا دائماً ألذ. أما هل أنت بخير؟ أنت تخيفينني؟ أوه لا، ليس هذا. العلبة عالقة في وجهي، لا أستطيع إزالتها، ساعديني. كنت أعلم أن هذا لن ينتهي بشكل جيد. انتظري، سأسحبك. شكراً لك مونيكا. من دواعي سروري. ماذا حدث لشفتي؟ هذا فظيع، وكأنها نحلة لدغتني. لكنهم أصبحوا ممتلئين، هناك شيء جيد. لا شيء مضحك، الآن سأعيدهم كما كانوا. حسناً، هذا أفضل بكثير. أوافقك يا إما، تبدين جيدة. الآن جربي طعامك. أنا لا أعرف حتى ما هو. رائحته لذيذة. لنرى ماذا بداخل الأنبوب. ضغطه صعب جداً. غريب، لا يشبه معجون الأسنان، إنه يمتد. نعم، إنه علكة. رائع، انظري إلى الفقاعات التي يمكنني نفخها. يعجبني، أنا سعيدة لأنني حصلت على هذا. أريد أن أعصر كل شيء في فمي دفعة واحدة. من المؤسف أن هناك عدد قليل جداً. سيتعين علي أن أمدد المتعة بالمعنى الحقيقي للكلمة. يبدو هذا جيد. واو، هذا يشبه الشبكة. هذا يمكن أن يصبح مربكاً. لا تقلقي، كل شيء تحت السيطرة، أنا فقط أمدد العلكة. مونيكا، هل أنت بخير؟ أنا مرتبكة، لا أستطيع التحرك. حسناً، كنت أعلم أن هذه الطريقة التي سينتهي بها كل شيء. أحصلي على قسم من الراحة مونيكا. كل شيء على ما يرام معي. أيهما أفضل، الشوكولاتة أم العلكة؟ الأمر متروك لكم، نوصي بتناول الاثنين في كثير من الأحيان، ثم سيكون مزاجكم دائما مرتفع. إلى اللقاء يا أصدقاء.